يروي الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي عياض أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. ويروي الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. حسنه الإمام الألباني رحمه الله. حديثنا في هذه الدقائق المباركات عن العفة، هذا الخلق العظيم الذي هو خلق الأنبياء والصالحين. العفة علامة من علامات الصدق والتقوى والإيمان. النوع الثاني من العفة يا عباد الله عفة الجسد. عفة الجسد، فالمسلم مطلوب أن يستر جسده وأن يحفظ عوراته من أن تتكشف أمام الناس. فالرجل المسلم لا ينبغي أن تظهر عورته من السرة إلى الركبة، وكذلك المرأة المسلمة مطلوب منها أن تتزين بالعفة والحجاب امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأمر المرأة المسلمة ونساء المؤمنين، فقال مناديا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: والأمر لكل نساء المسلمين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فيا أيتها الأخت المسلمة، ونحن نعيش في هذه البلاد في موجة من التغريب والانحلال، أقول لأختي المسلمة التي التزمت بحجابها وتمسكت به: أنت على خير كثير وأنت على أمر عظيم، فتمسكي بحجابك وعلمي بناتك حين يبلغن مبلغ النساء أن يتسترن بالعفة وأن يلتزمن بالحجاب. فالذي أمر النساء بالحجاب هو الذي أمرهن بالصلاة، هو الذي أمرهن بالصوم، فلا فرق بين أمر وآخر، كلها أوامر. وينبغي على المرأة المسلمة التي تريد الدار الآخرة وما عند الله، ينبغي عليها أن تتمسك بسترها وعفافها وحجابها مهما كانت المغريات ومهما كانت ظروف البيئة التي تعيش فيها. حرم الإسلام النظر إلى المرأة الأجنبية، وأمر المسلمين أن يغضوا أبصارهم، وأمر النساء أن تغض أبصارهن، كل ذلك حماية ووقاية للمجتمع المسلم أن يقع في أرذال في مواطن الرذيلة والانحراف. فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال في الآية الثانية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظرة سهم من سهام إبليس، النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله تبارك وتعالى أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. جرب أخي الكريم أن تغض بصرك عن الحرام، وانظر بعد ذلك
إلى هذه الراحة والطمأنينة التي ستجدها في قلبك. طرق يوما حاتم الأصم باب شيخه شقيق البلخي، وكان يتردد عليه مدة 30 عاما، فطرق بابه ذات يوم فكان شقيق البلخي يتوضأ، ففتحت امرأة شقيق الباب لحاتم، فسألها زوجها من الطارق؟ فقالت له صاحبك الأعمى. فقال لها ما لي من أصحاب العميان؟ فلما خرج وجد حاتما، قال له ظننتك زوجتي أنك أعمى. لاحظ 30 عاما يتردد على بيت أستاذه وصاحبه، 30 عاما وهو يغض بصره عن امرأة شيخه، حتى ظنت الزوجة أنه أعمى. فأين نحن من خلق هؤلاء السلف عليهم شآبيب الرحمة والمغفرة؟ يروي ابن عباس، والحديث في أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، يقول كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الرجال والنساء كما تعرفون، فقال كانت امرأة من أحسن الناس وجها تصلي في المسجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض القوم يتقدمون للصف الأول حتى لا يروها، وكان البعض الآخر يتأخر، فإذا ما ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. كان أحمد بن حنبل ينشد ويقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب.